I like chocolate, I like this girl, I like traveling. ايه يا عم مفيش بدال للايك لما تحب تتكلم على حاجة او شيء انت بتحبه. في الفيديو بتاع النهاردة انا جايب لك اكتر بديل للايك في سلسلة البدايل عشان تبان انك لبق اكتر وانت بتتكلم وواثق في نفسك اكتر. Like alternatives, let's start. اول بديل معانا لي I like, I'm into. زي مثلا ما احب اقول لك انا بحب العربيات فبدل ما اقول لك I like cars هقول لك I'm into cars. تاني بديل معانا هو I'm fond of. I'm fond of. حاول تربطهم مع بعض. I'm fond of يعني انا مولع بشيء او بحب شيء جدا. زي ما تقول مثلا بحب القراية. I'm fond of reading. تالت حاجة معانا لما تحب تقول على حاجة my thing. يعني مثلا لما تقول Learning languages, تعلم اللغات is my thing. يعني أنا بحب أتعلم لغات. Learning languages is my thing. خد بالك ده في الإنجليزي الأمريكان. في الإنجليزي البريطاني بيستخدموا مصطلح اسمه my cup of tea. يعني كوباية الشاي بتاعي. يعني مثلا ممكن تقول Learning languages is my cup of tea. تعلم اللغات كوباية الشاي بتاعتي. مش عارف إيه على العلاقة بس هي بتتقال كده. أوكي يبقى Learning languages is my thing أو Learning languages is my cup of tea. رابع بديل معانا لما تحب تقول I'm a fan of يعني انا معجب جدا او انا معجب بي. زي مثلا لما تحب تقول انا بحب النادي الاهلي او الزمالك عشان الزمالكاوية ما يزعلوش. ممكن في الانجليش I'm a fan of الاهلي تيم او الزمالك تيم. I'm a fan of. I'm a fan of. اللي بعد كده I'm crazy about يعني أنا مجنون بي بحب حاجة لدرجة الجنون. زي ما تقول مثلا I'm crazy about watches يعني أنا مجنون بالساعات. أنا فعلا بحب الساعات جدا. I'm crazy أصرف كل فلوسي عليها. I'm crazy about watches. عندنا كمان كلمة fancy. فلما تقول I fancy يعني أنت بتتخيل في حاجة وبتفكر فيها كتير وبتحبها قوي. زي مثلا I fancy Miriam Ferris يعني أنا بتخيل Miriam Ferris وبحبها كتير. I fancy Miriam Ferris أو I fancy animals يعني أنا بحب الحيوانات أو بتخيل دايما الحيوانات اللي بحبها. I fancy وبعدين الحاجة اللي أنت بتحبها. في بديل تاني حلو جدا لي بحب أو I like اسمه I can't get enough of. ها I can't get enough of يعني ما بكتفيش من حاجة معينة أو من شخص معين يعني دايما عاوز منه. زي مثلا I can't get enough of chocolate. I can't get enough of chocolate ما بكتفيش من الشوكولاتة. أو مثلا أنت بتحب تسمع عمرو دياب على طول فتقول مثلا I can't get enough of عمرو دياب. يبقى I can't get enough of وبعدين الشيء يعني أنا ما بكتفيش من الحاجة دي. آخر كلمة معانا النهاردة أو آخر جملة تقدر تستخدمها مكان like إنك تقول I have a soft spot for يعني أنا في حتة كده ضعيفة في قلبي قصاد حاجة معينة. I have a soft spot for زي مثلا لما تحب تقول مثلا أنا ضعيف قصاد الستات الجميلة. I have a soft spot for beautiful women. I have a soft spot for beautiful women. This was all about like alternatives. Don't forget to share and like. Thanks.